السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالناس السكر من قناة محبي فن السكر. كل سنة وأنتم طيبين بحلول شهر رمضان الكريم، وإن شاء الله يا رب يكون شهر سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين. أنا عارف إن في ناس كتير منتظراني كل يوم، انتظروني، معلش بعتذر طبعا على التأخير، بس هي كل القصة إن أنا كنت عايز أعمل لكم حاجة كويسة. في سؤال طبعا كان بيسألني كتير على الواتساب، سائل كتير وانت ايه العائد عليك من الموضوع ده؟ طبعا انا حابب اجاوب على السؤال ده قبل ما نخش طبعا في الموضوع سريعا، معلش سامحوني. يقول طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم العلم وعلمه. ثانيا، كنت حابب اعمل الفكرة دي من زمان، بس طبعا كلكم عارفين يعني ايه ضغط شغل، يعني ايه اوبريشن. والله بجد انا كنت فاكر الموضوع سهل طبعا، بس فعلا الموضوع صعب، ان انت تجيب كاميرات وتصوير ومونتاج وناس واقفه هنا بهزر يعني معلش. الموضوع ده بجد يعني صعب بالنسبه ان انت تصور فيديو او تعمل كورس مثلا اونلاين. الموضوع بيبقى صعب. نخش في الموضوع بتاعنا اللي احنا جينا عشانه طبعا، ده مقص، ده طبعا ده اساسي في الكورس بتاعنا، لازم كلنا يبقى معانا مقص، دي اول حاجه. ثانيا طبعا كلهم عارفين يعني ايه بشبوه، اللي هو بيطلع الغاز ده طبعا. بسيط، هتلاقوه متوفر في اي مكان. الحاجات البسيطه دي احنا طبعا اكيد كلكم عارفينها فمش هنطول فيها. المنفاخ، في ناس كتير بتعاني بتقول لك انا هجيبه من فين ده؟ اخوانا والله العظيم الموضوع بسيط. المنفاخ ده متجمع تجميع، يعني لو هنبص، بص ده بام، ده اهو زي ما انتم شايفين، دي بتتجاب من اي مكان، مستلزمات طبية هتلاقي دي متوفرة بيها بحوالي 25 جنيه 30 جنيه بالكتير. وثانيا هتقول له انا عايز خرطوم معاه، يعني اللي هو الخرطوم بتاع ده جهاز ضغط، يعني الخرطوم بتاع جهاز الضغط. سيلين دي ماسوره نحاس، بتتجاب من عند اي حد بتاع تبريد التكييف. تمام، خلصنا من ايه تاني حاجه. طبعا كلكم عارفين يعني ايه ورق السيليكون، ده طبعا اساسي، ما ينفعش، مش هينفع تشتغل من غيره. تمام كده، المفروض ان يبقى عندك كارفن عشان تسيح عليه العجينه بتاعتك، او ان انت بعد ما نشتغل كلنا طبعا الكلام اللي بتكلم فيه ده محدش مستوعبه، لما هنشتغل ان شاء الله الادوات دي هتعرفوا ايه كل حاجه، ايه الشغل بتاعها. ده طبعا بديل الكربون، دي اباربورة عاديه طبعا وراكبه فيها اللي هي اللمبه الحراريه. اللمبه دي بتعمل عمليه تسخين زي ما انتم شايفين اهو، انا شغلتها لكم اهو. فاحنا العجينه بعد ما هنشتغل مع بعض هنشوف كل حاجه، بس فهي ليها دور كبير. لمبه طبعا زي ما انتم شايفين، وابابور بس لمبه حراريه بتتجاب من عند اي حد بتاع ادوات كهربائيه. بس في ناس كتير تسال السؤال ده، العجينه سخنه مش قادر. بص انا واحد من الناس والله بجد كنت بعاني من الموضوع ده، بس الحمد لله طبعا وصلنا للحل. في ناس كتير ما معهاش إمكانية إن هي تجيب جوانتي حراري، وبغض النظر يعني مش بيدي الدرجة الكافية، يعني مش حلو برضه في الشغل بتاعه. فإحنا عملنا حاجة بديلة كده وحلوة، والله إن شاء الله هتعجبكم وبجد يعني هتساعدكم كتير. ما هو زي ما أنتم شايفين ده جوانتي طبعا اللي هو بتاع الشتوي ده ب 10 جنيه. وطبعا زي ما أنتم شايفين هنلبسه كده. طبعا في ناس ازاي ده؟ هشتغل بيه كده؟ لا هتنسى في العجينة. طبعا بتقصد معلش اللي حصل. بس طبعا دي الكلاوزات بتاعتنا. انتوا شايفين. احب اعمل لكم كل حاجة طبعا قدامكم عشان تشوفوا بعينيكم. كده انت في السليم. يعني انت لو العجينة كده ان شاء الله لما هنعملها كده احط ايدي فيها كده مش هحس بأي حاجة. إن شاء الله طبعا هنبدأ بكرة أول حلقات، ربنا إن شاء الله يقوينا ويقويكم. بسيبكم طبعا تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.